طيب ما رايك من يأمن الناس واتضح انه يستعمل الشيشه يشرب الشيشه هل تترك الصلاه؟ يبدل بالطيب والصلاه صحيحه يا شباب صلاه صحيحه لكن ينبغي ان يبدل يدور واحد طيب لا تيسر اما اذا كان اهل القريه كلهم يدخنون فلا علاقه به والدعوه ما فيه اللي يحسن القراءه له نعم.